كانت لنا اليوم زيارة مع الأخ لواء صالح مديرية شرطة الأنبار ومدير الدفاع المدني لمحافظة الأنبار ورئيس أركان الفرقة العاشرة وأمر اللواء 38. كنا جميعا اليوم في مخازن المفوضية الانتخابات في محافظة الأنبار للتأكد من الإجراءات المتبعة من قبل القوات الأمنية والدفاع المدني لتأمين الحماية لهذا المكان المهم، وكانت الاستعدادات جيدة وخطة الدفاع سواء كانت الدفاع المدني أو الدفاع للقطاعات العسكرية الأمنية محكمة وجيدة. أبدينا بعض التوجيهات وإن شاء الله قطاعاتنا الأمنية مستعدة لإجراء الانتخابات في محافظة الأنبار بموعدها المحدد.